ضيف برنامج توارد في حلقة هذا الأسبوع الفنان سوران علي شريف. المبدع سوران علي شريف، حياك الله، منورنا اليوم في قناة سامراء الفضائية. كيف تأسست قناة الحنين وما حقيقة إغلاقها؟ أنا بعت 4 فيديوهات من وراء القناة، يعني خسارتها مو بقدر ربحها. ما هي شروط سوران للعمل مجددا مع الفنان نصرة البدر؟ يرجع نصرة القديم، الاستوديو مفتوح قدامه وخلي يشتغل. بماذا تحدث عن الكابتن يونس محمود؟ يعني مثلا يقول لي طبيت الكركوك، نسد الشارع والعالم جوي، يسلمون سوران وهو يا ناس. لماذا رفض مبادرة الصلح مع الفنان إيفان ناجي؟ وقلت لك كان بدنا أن يكون معانا بالاستوديو وانت رفضت. أحمد لا مو رفض، أجيبك البيلاروسية وأصور لك على حسابي. صورت لك بيلاروسيا؟ طبعا. وهذا الكليب؟ طبعا، وأسوي لك فيزا وأجيبك وأقعدك وسكنك وأصور لك وراها تطلع تدير وجهك وتروح. كله على الحنين؟ كله على حساب الحنين. كل ذلك في الحلقة الجديدة من برنامج توارد على قناة سامراء الفضائية.